السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بالعناوين. نبدأ من الراية القطرية، عام واحد زادنا قوة وإصرار. في استاد الدوحة الكرة القطرية تحت الحصار حلقت عاليا في سماء دوري أبطال آسيا. في الشارقة القطرية تركنا لهم الأقوال وركزنا على الأفعال وتنظيم المونديال. من صحيفة عمان اليوم، فيربك نحن قادرون، خطة الإعداد تتناسب مع حجم بطولة آسيا. في الراية الأردنية، الجزيرة يعجز عن التعاقدات بسبب الحجز على مخصصاته. من المنتخب المغربية، الطوسي مدربا لوفاق الصيف. عالميا، من توتو سبورت الإيطالية، ليلة الأهداف والدموع إنه قلب زازا. من سبورت الإسبانية، حبس الأنفاس يتواصل في انتقال غريزمان. نتابع من سان البريطانية، زيدان استقال بسبب الخلاف مع بيريز على دخية وهازارد. ديلي ميل البريطانية، عنونت توري يتهم غوارديولا بتفضيل اللاعبين البيض. هذه كانت أبرز عناوين مختلف صحف العالم لهذا اليوم، ننتقل الآن إلى التفاصيل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. عام كامل مر على الحصار، والصحف أفردت العديد من الصفحات في ملاحقها الأساسية والرياضية والاقتصادية للتوقف عند أبرز الأحداث خلال هذا العام، ونبدأ مع غلاف صحيفة الرأي. على العموم، غلاف صحيفة الراية يقول: في عام العزة والسيادة والصمود، قطر تنتصر، تلاحم الشعب والقيادة أحبط مخططات دول الحصار، عززنا علاقتنا الاستراتيجية ورفعنا نسبة الاكتفاء الذاتي، ننتج 100 سلعة أساسية كنا نستوردها من دول الحصار، استكمال 90% من مشاريع المونديال العام الجاري. من غلاف الرأي الرئيسي إلى غلاف الملحق الرياضي، وإليكم عناوين. الرياضيون يجددون الوعد بمواصلة المسيرة مهتدين بحكمة قيادتنا الرشيدة، عام الحصار زادنا قوة وإصرار. إنفانتينو لقطر الحق في رفض زيادة منتخبات 2022. المزيد من العناوين التابعة لموضوع الغلاف الرئيسي نتابعها عبر الصفحة التالية. الرياضيون يجددون الوعد بمواصلة المسيرة بحكمة قيادتنا الرشيدة، عام الحصار زادنا قوة وإصرار. مشاريع كأس العالم تسير بخطى متسارعة، والفيفا شاهد على النجاح. إلى الصفحة الأخيرة من ملحق الراية الرياضي ونتابع فيها. اليوم مسير احنا بخير وديرة العز بخير، ينظمه مركز بطابط بمشاركة 200 دراجة و30 سيارة. بدورها كان لموضوع الحصار نصيب الأسد في استاد الدوحة، فماذا كتبت؟ انبهروا بما رأوه في زيارتهم لعاصمة الرياضة العالمية، أساطير ونجوم عالميون أكدوا قدرة قطر على تنظيم مونديال رائع. ننتقل إلى الصفحة التالية مباشرة، والعنوان هذه المرة يقول: تمثل العرب بمفردها في ربع النهائي القاري الكرة القطرية تحدت الحصار وحلقت عاليا في سماء دوري أبطال آسيا. السد بجدارة واستحقاق، الأخوية بالعلامة الكاملة، أندية السعودية والإمارات خارج المنافسة. دائما مع استاد الدوحة والمزيد من الأخبار والتقارير والعناوين. مونديال 2022 بعد عام من الحصار، لا يزال في العالم أناس يتحلون بالموضوعية، واسألوا لويس ساها. استاد الدوحة ترصد أحدث المحاولات الفاشلة ضد استضافة المونديال.
وقفة أخيرة مع استاد الدوحة ستكون في الصفحة الأخيرة. أقحم السياسة بالرياضة والقناة الشبح أحد الأدلة. في قطر أيضا خصصت صحيفة الشرق صفحات عديدة للحديث في نفس السياق، ونبدأ من الصفحة التالية. استمرار العمل بوتيرة تصاعدية في مشاريع كأس العالم، تركنا لهم الأقوال وركزنا على الأفعال وتنظيم المونديال. ملاعب كأس العالم ستكون جاهزة قبل عامين من الانطلاقة. الحلول البديلة لإغلاق المنفذ البري كانت جاهزة. إشادات إنفانتينو ومسؤولي الفيفا، ضربات متلاحقة لدول الحصار. إلى صفحة جديدة وأخبار جديدة، ونقرأ من الشرق عنوان التقرير التالي. استمرار تطور أعمال البناء في استاد المدينة التعليمية، جوهرة الصحراء، خطوات على طريق مونديال 2022. على نفس الصفحة مقال بقلم مرشد الشعر عنوانه يقول: لنا الانتصار ولهم الانكسار، بقلم الكاتب مرشد الشعر، وإليكم أبرز سطور. حاولتم جاهدين تفكيك مجتمعنا وتمزيقه، لكننا ولله الحمد ازددنا قوة لنشكل معا خط الدفاع الأول عن وطننا وأميرنا في مواجهة كل الطامعين الحاقدين بإنجازاتنا وتطورنا، لنثبت للعالم أننا دولة عصرية لها مبادئها وقيمها الإنسانية المحترمة لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية، بعكس أفعال دول الحصار وأعمالهم الصبيانية التي أضحكت العالم عليهم وجعلتهم محط سخرية وأقرب بتصرفاتهم للعصابات البوليسية. للدول المحترمة الملتزمة أخلاقيا بالمواثيق والمعاهدات الدولية، أزمتنا الخليجية اليوم ليست أزمة سياسية، لكنها أزمة أخلاق في المقام الأول. فكانت الأخلاق الرفيعة والحكمة والعقلانية هي ما امتاز بها شعبنا، بعكس دول الحصار وإعلامهم الرخيص ومغرديهم الساذجين الذين انحطوا وسقطوا أخلاقيا بنشرهم الأكاذيب والافتراءات. بعيدا عن الصفحات الخاصة بالعام الأول للحصار، نتابع عناوين الحوار التالي في الشرق. النيجيري أوسا غونا يخص الشرق بأول حوار ويقبل: عشقي للتحدي وراء انضمامي لأم صلالة، طموحاتي بلا حدود وسأقاتل لتحقيق الألقاب، تسجيل الأهداف هوايتي وسيكون ثنائي خطير مع ساكبو. محترف الجديد أضاف أيضا: سعيد باللعب في بلد مونديال 2022 وأعرف الدور القطري، وهذا سر ارتدائي للرقم 9. من الشرق إلى العرب وصفحات خاصة عن ملاعب المونديال. العمل جار فيها كما خطط له رغم أنف المحاصرين، ملاعب مونديال العرب 2022 جمال يسر الناظرين. المحطة الأخيرة في الدوحة ستكون مع صحيفة الوطن، ونبدأ مع الغلاف. 365 يوما من الانتصار، كشف الألاعيب دول الحصار ومؤامراتهم، تحالفات جديدة وشركات متينة، فائض في الميزان التجاري وارتفاع الناتج المحلي. في صفحة تالية نتابع التقرير التالي بقلم فهد العمادي مدير التحرير التنفيذي ورئيس القسم الرياضي، ويقول عنوان: قطر تقدم للعالم نموذجا في الحفاظ على السيادة والكرامة، عام التلاحم والثبات على الحق. المجلس الخليجي مجاملات في ظاهره وحق الدفين من قبل دول الحصار في باطنه. السعودية والإمارات وجهان للغدر والمكر والخداع. الأزمة رسخت مكانة قطر على الصعيد الدولي، لسنا ولم نعد بحاجة لهم وبدونهم زاد الخير. المزيد مما كتبه العمادي نتابعه في السطور التالية. قطر قدمت للعالم نموذجا نادرا على جميع المستويات، فقد زاد الالتفاف الشعبي حول القيادة، واستطعنا أن نعبر الأزمة بسلام وسلاسة إلى أن وصلنا إلى مرحلة الثبات، وزاد تماسك المجتمع وتفجرت طاقاته الإبداعية والاقتصادية والانتاجية والرياضية، وأصبح التميز عنوان المجتمع القطري برمته. لقد راهنت دول الغدر على أن تسقط قطر في غضون أسبوع، وجهزوا أنفسهم لغزو عسكري
عسكرية، ولكن إرادة رب العالمين كانت أكبر فرد كيدهم في نحرهم. الأزمة رسخت مكانة قطر على خريطة العالم دبلوماسيا، وفتحت آفاقا جديدة واتفاقيات ثنائية على جميع الأصعدة. وهذا لم يكن ليحدث لولا الدور البارز لقطر سياسيا واقتصاديا وثقلها رغم صغر مساحتها، فالدول مقامات وليست بمساحات. نتحول إلى الصحف العربية ونبدأ من الكويت ونقرأ من صحيفة الري. في التصفيات الأسيوية لغرب القارة، اتحاد القدم يطلب استضافة مجموعة الأزرق الأولمبية. أيضا نتابع مقالا في أعلى الصفحة يقول عنوانه: أين خطة عمل اليوسف وخارطة الطريق؟ وقد طرح الكاتب علامة استفهام حول عدم تقديم اتحاد الكرة الكويتي خطة عمل واضحة للفترة المقبلة رغم زخم الاستحقاقات القادمة. عجبنا من رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الذي لم يبادر حتى الآن إلى تقديم خطة عمل واضحة للفترة المقبلة، وربما خارطة طريق مستعجلة لتحديد ملامح المنتخبات المشرذمة والمتهالكة جراء الإيقاف البائد والجائر، وهي جميعا بحاجة إلى عملية إعادة ترميم شاملة بل ومن الصفر. لا يجب أن نذكر اليوسف بواجباته في الإسهام بالنهوض بالكرة الكويتية مجددا بحكم خبرته، وهو ربما يكون أعرف منا بذلك بحكم منصبه. ولا يخفى عليه أن هناك الكثير من الاستحقاقات المقبلة باتت على الأبواب، مثل تصفيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023 وآسيا الأولمبية تحت 23 سنة 2020، وهي تتطلب جهدا مضاعفا مثل تشكيل أجهزة إدارية فنية فعلية مع معسكرات وبرامج وتحديد سياسة واضحة في انتقاء اللاعبين، وكلها تتطلب متابعة حثيثة. نترك الكويت وننتقل إلى عمان، وتحديدا من صحيفة عمان التي أجرت حوارا موسعا مع مدرب المنتخب الوطني. فيربك في حوار لعمان الرياضي: نعم قادرون، خطة الأداء تتناسب مع حجم بطولة آسيا. إعلان القائمة مرتبط بعقود اللاعبين مع الأندية. لدينا 5 حراس ولا أنظر إلى أعمارهم بل إلى عطائهم. كان هدفنا أن نعسكر بأوروبا في أغسطس، ولكن وأيضا الفوز بكأس الخليج يحفز الأحمر لمستوى أفضل. نتحول من عمان إلى العراق ونبدأ من جريدة الملاعب ونقرأ من صفحاتها الأولى. الجولة 30 تنطلق غدا بمبارتين، الشرطة والزوراء يصديان خدمة مجانية للجوية، والنجف يترك التعادل في الرمق الأخير. ننتقل لصفحة أخرى من صفحات الملاعب ونقرأ أيضا: أصبحت قضية رائع عام مشاكل الميناء على طاولة الخير، إن تدخل الآخرين جاء بمفاتحة من أبناء النادي. نذهب إلى الأردن ونطالع في صحيفة الرأي الأردنية تحت عنوان: النادي بحاجة إلى إنقاذه عبر وقفة صادقة كي لا تتكسر مجاديفه بعد أن استعاد وهجه. الجزيرة يعجز عن التعاقد مع اللاعبين بسبب الحجز على مخصصاته المالية. نذهب الآن إلى الجزائر ونطالع من صحيفة الشروق ما جاء فيها. الملف سيودع على مستوى الكاف قبل 15 جوليو القادم. الفاف تختار العاصمة ونابا وقسنطينة ووهران لاحتضان شان 2022. في الشروق الجزائرية نقرأ أيضا مقال تحت عنوان: رابح خاسر. الكاتب يعتبر استمرار رابح ماجر في منصبه مدربا للمنتخب الجزائري خسارة لجميع الأطراف بما فيها رابح ماجر نفسه. رابح خاسر، لكنه يقول إنه لن يستقيل، ربما يفضل انتظار الإقالة كغيره من عديد المسؤولين في الرياضة والسياسة والإدارة ومختلف المؤسسات والشركات، فالاستقالة
هي رمي المنشفة واعتراف بالفشل، وهناك من يعتبرها هروبا وعدم تحمل المسؤولية إلى النهاية، ولذلك ينتظرون الطرد والإبعاد، وهي نفس الخطة التي يعتمدها العامل البسيط الذي ينتظر التسريح التعسفي حتى يقبض التعويضات ولا يخرج من المولد بلا حمص. الخاسر ليس رابح ماجر فقط، فالمنتخب هو الخاسر الأول، والجمهور خاسر أيضا، والفاف خاسرة، ووزارة الرياضة خاسرة كذلك. ولهذا السبب يريد الرابح الاستفادة من الربح جيدا وبالطول والعرض، ولا يهمه إن خسر الآخرون طالما أنه سيربح بربحه ولن يخسر بخسارتهم. نستطلع الآن الصحف العالمية ونرصد أبرز ما جاء فيها قبل أيام معدودة من انطلاق كأس العالم في روسيا. البداية من توتو سبورت التي تناولت على غلافها المباراة الودية التي جمعت الأزوري ومنتخب الطاحونة الهولندية أمس، ونتابع منها هذا العنوان: ليلة الأهداف والدموع، إنه قلب زازا. الصحيفة وكما تتابعون على الغلاف نشرت صورة لزازا وهو يحتفل بهدف التقدم. الصحيفة أشارت إلى أن اللمسات التي وضعها المدرب روبرتو مانشيني والتي تجلت بإشراك زازا وفيدريكو كيازا أثمرت بعدما ساهم الثنائي في صناعة هدف الأزوري الذي جاء عن طريق زازا قبل أن يتمكن منتخب رونالدو كومان من معادلة النتيجة في الدقائق الأخيرة. من توتو سبورت نذهب مباشرة إلى مدريد ونطالع سويا على أبرز ما جاء في صحيفة آس المدريدية، مقال بقلم الكاتب ألفريد رولانو تحت عنوان: الهروب القبيح لراموس وإسكو. الكاتب تحدث بخيبة كبيرة عن عدم مشاركة سيرجيو راموس وإسكو في مباراة إسبانيا الودية أمام سويسرا بداعي الراحة. شيء واحد لم يعجبني كثيرا في المباراة بمواجهة سويسرا يوم الأحد. إلى الآن لم يجد المدرب حلولا للمخاوف السابقة حول قدرة المنتخب على التسجيل، ويبدو أنه لم يكن بارعا على الإطلاق في هذا الجانب. هناك شيء آخر أحببت التطرق إليه: لماذا سمح لسيرجيو راموس وإيسكو بتحقير هذه الرحلة والبقاء في مدريد بينما 20 من رفاقهم، بينهم 3 من الذين خاضوا نهائي كييف، غادر إلى فياريال، ما عدا كارفاخال طبعا المصاب. التفسير الرسمي هو أنهم كانوا متألقين في كييف، حسنا، لكن من قال أنهم بحاجة إلى الراحة والاسترخاء أكثر من الآخرين؟ لقد لعب ناتشو في المباراة ما قارب الفترة التي تواجد فيها إيسكو 54 دقيقة مقابل 61، وانضم يوم الخميس إلى المنتخب. إلى صحف ألمانيا ونقرأ من سبورت بيلد التي وكبت القرار الغريب من واكيم لوف. سنة غير جاهز لكأس العالم. الصحيفة قالت: نعم، لقد اتخذ لوف القرار وجنب ليروي ساني من قائمة المانشافت. سبورت بيلد أضافت: هذا الاختيار الجريء والمفهوم يعتبر ضربة حقيقية، ولوف يبرر القرار بالقول: هناك 23 لاعبا فقط يجب أن يلتحقوا بالقائمة ويجب أن أختار. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم من جرائد منطقانا، يتجدد غدا. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.